يلا يا ولاد ذوق يا حسين. يلا يلا ابو حسن، انزل يا ابو حسن، انزل يا ابو حسن. شو غلطت في حسين؟ تعالى ابو كده، ما تذوق يا عم انت. هو يلا انزل يا عم انت من بيتك يا شيخ. يلا يا عم، يلا حسين، تعالى تعالى اعمل المره دي حتى انا ينزل. لا خلاص عملت ايه؟ يلا يا عم بس انت بتزق ايه؟ ما انت زق كده، انا بزق كده. يا عم مش وقت فلسفه والنبي انجز. يلا زق اهو، يلا يا عم. يا ابني يلا يا ابني. ايوه يلا يا رجاله. الله ما يلا يا عم انت هتموتني ولا ايه؟ يا عم ده انت مخطوش يا عم. عارف المساكن ده وكيل ده بقى متجوز بالي يعني. تاني يوم الصبح نزلت شربت معسل عادي يعني. عادي يا عم، عندي روح مركب فيها خمسه. هناك بقى ولا ايه؟ لا ما تقلقش. لا لا تركب انا ما انت تركب يا يلا روح الناحية التانية. بس يا عم شوق بقى هنا. انا هنا انا جبت من الاول. هذا الاول يا ابني يقع. بيت هو عوه ده ولا ايه؟ يا خرب بيتك يا جدعان. يا رجل 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 يا رج